يعطيكم العافية. الصوت إذا سمحتم بس. أولا أعرفكم عن نفسي، أنا دكتور هيثم أحمد عبد الرازق، راح أعطيكم المحاضرة اليوم عن جنرال إكزامينيشن اللي بدأها الدكتور محمد قلاشقة امبارح. تمام؟ إذا نبدأ الآن، إحنا بنحكي هون عن جنرال فيتشرز. تمام؟ يعني إحنا بنحكي مثلا على سبيل المثال التنك، بالإضافة للسيانوسز اللي حكينا عنه امبارح، which is called central cyanosis، بكون سببه هو دي أوكسي هيموغلوبين، بكون زيادة في الدم، فبالتالي بيعمل هي لوش سكلريشن اوف ذا تنك. بالاضافه الى اذر فيتشرز احنا بندور عليها وممكن تعطينا كلو اباوت ذا دياجنوسيس، هي بتكون ستراكشرال ثينك، يعني مثلا الناس اللي عندهم ايرون ديفشنسي انيميا. صوت اوكي. الناس اللي عندهم ايرون ديفشنسي انيميا على سبيل المثال بيكون في عندهم شيء نسميه احنا سموث تانج او اتروفيك جلوسايتس، الان حتشوفوا صوره عليها. الناس اللي عندهم اكروميجالي اللي بيكون عندهم اكسسيف جروث هرمون، بيكون في عندهم لارج تانج ماكرو جلوس، يعني احنا بنسميها طبعا هي كلمة ماكرو جلوسيا معناها ان جنرال، يعني ماكرو يعني لارج تانج. هلا ممكن تكون موجودة بالاكرو ميجالي، وكمان عند الاطفال ممكن تكون موجودة عند الناس اللي عندهم هايبوثايرويدزم، الناس اللي عندهم يعني ديفشنسي بالثايرويد هرمون بالكونجنتال ان جنرال. الان كمان واحدة من الفيتشرز ممكن تشوفها يكون في فاسيكوليشن او اتروفي بالتانج اتسلف، يعني هي بيكون في عندك ليجن بال 12 كرانيال نيرف اللي احنا بنسميه هايبوغلوسال نيرف. تمام؟ الان زي ما بتشوفوا هاي الصورة مثلا على سبيل المثال، زي ما شايفين يمكن بالشاشات أوضح، يكون التانج لوكس سموث due to some sort of atrophy بصير فيه. الآن هاي الفيتشر ممكن تجيكم كثير مثلا بالامتحانات على شكل اللي هي الميني أوسكي، مثلا as direct question what is the cause. تمام؟ what is the diagnosis what is the cause. diagnosis هي smooth tongue or atrophic glossitis، او بكون سائل مثلا شو الكوز، بتحكي ايرون ديفشنسي انيما which is a common cause of this presentation. الان في شيء ثاني مثلا واضح بالصوره غير الاتروفيك جلوسايتس او سموث تانك؟ في حدا شايف شيء ثاني واضح؟ اشياء اوكي، شو بنسميها هاي؟ اوكي، هاي احنا بنسميها اللي هي انجولار كيلايتس. تمام؟ كمان واحده من الفيتشرز تبعون ايش؟ الايرون ديفشنسي انيما. الان عندنا هون اللي هي اللارج تانج، زي ما انتم شايفين لانجز يعني ابيرنتلي لوكس لارج، زي ما انتم ملاحظين حتى هون بالاطراف، اذا بأشر الماوس المفروض على اطراف التانج موجود في زي ايدنتيشن نتيجه للكونتاكت بتوين ذا تانج اند ذا التو تيث. اوكي، الان هون اللي حكينا عنها هي الهايبوغلوسال نيرف ريجن، زي ما انتم شايفين على الجهه اللي هي الليفت سايد في ديفيشن تو ذا سايد ذات از افكتد. لما نحكي نحن الهايبوغلوسال نيرف الليفت سايد افكتد، بالعاده بصير في ديفيشن تو ذا سيم سايد، احنا بنسميها الابسي لاترال سايد. تمام؟ زي ما انتم شايفين في اتروفي بالمكان وفي فاسيكوليشنز. تمام؟ This is mostly caused by nerve injury. الان بدنا نحكي عن الاودرز، اودرز بشكل عام. الاودرز مثلا ان جنرال ممكن تعطيك انطباع عن السوشيال والبيهيفيرال هابس تبعت البيشنت، يعني سيمبلي مثلا ممكن يفوت المريض عندك على عياده او انت تكون مثلا بدك تفحص مريض والى اخره، سيمبلي في يعني هي سميلز توباكو سميلز، هي هاز توباكو سميل which is common يعني بالكوميونتي تبعنا. هلا الكانيباس والالكهول ممكن يكون اقل من عندنا بالمجتمع. تمام؟ بس هاي ممكن مثلا بعطيك كلو انه مثلا البيشنت از سموكر سيمبلي. طبعا هاي الاشياء لازم تسال عنها دونت اسيوم ات، بس يعني ممكن تعطيك كلو انه ممكن يكون هو سموكر. تمام؟ بالاضافه للفيزيكال اكزامينشن فيتشرز ممكن نحكي عنها بعدين في بالريسبيراتوري اكزامينشن بالهاند اكزامينشن يلي هي السموكينج ستين على الفينجرز. تمام؟ الان برضه كمان الستيل يورين سميل which is يعني ممكن يكون نتيجة خاصة بالأولد إيج اللي عندهم ديمنشيا مثلا على سبيل المثال، أو يكون مثلا نتيجة لأبيوز أو نيجلكت. تمام؟ ممكن يكون في عندهم هو يعني السيلف كير تبعهم بكون قليل، ما بيهتموا بحالهم كثير. تمام؟ هلا في الان ايروبيك سميلز كمان هاف ديستنكتيف فيت سميلز، يعني رائحه مميزه بتكون خاصه الابسس مثلا الاماكن اللي فيها انفكشن. في كمان اشياء ثانيه زي الدايابيتيك فود بكون فيها ميكس انفكشن ميكس مايكرو اورجانيزم سببت لك انفكشن بهذاك المكان، فبكون السميل تبعها مميز، فممكن يعني مع الاكسبيرينس تعرف فعليا انه في انفكشن في المكان اولي من السميل لحالها. تمام؟ هلا الهاليتوسز هي simply defined as a bad breath which is يعني mostly او اغلب الاحيان بتكون سببها اللي هي ايش؟ البور دنتال هايجين، لكن في اسباب ثانيه ممكن
بكون ستوماتايتس، بكون في انفلاميشن بالميوكس ميمبرينز بالماوث، اتروفيك راينايتس او تيومرز بنيزل باسج. لما يكون في عندك بلوكج بالنيزل اير وايز ممكن يسبب لك يؤدي الى كولكشن اوف سكريشنز، وطبعا اي كولكشن اوف سكريشن ممكن يزيد الريسك اوف انفكشن، فبالتالي ممكن يصير في سميل تطلع مع البريث تبع البيشنت يعني. بالاضافه الى الايش اللنج ابسس والبرونكيكتسز. في حدا يعرف شو يعني برونكيكتسز؟ شو يعني برونكيكتسز؟ اوكي، يعني هو destruction and dilatation of the airways، تمام، the bronchial airways. ketones، ketones is particularly important خاصة عند المرضى يلي احنا يعني if you smell it يعني ممكن يعطيك انطباع انه يكون المريض عنده احنا بنسميها DKA او diabetic ketoacidosis، خاصة عند المرضى يلي بيكون عندهم type 1 DM. اوكي، بيكون في عندهم مثلا elevated blood glucose بالإضافة إلى presence of acetone in the blood. هسا ال smell هي usually تكون sweet smell، sweet smell يعني بتكون تشبه رائحة اللي هو السائل اللي بيستخدم لإزالة الأظافر، إزالة الطلاء تبع الأظافر، تمام. فيتر هيبيتكس من اسمها الهيبيتكس يعني هي ممكن مصدرها ليفر فيلر، بيكون هي عندها ديستنكتيف سميل احنا بنسميها الماوس سميل. يوريميك فيتر بيكون سببها يوريميا، اليوريميا طبعا بتكون السميل فيشي اور امونيكال سميل. الفاول سميلنج بليتشنج بتكون سببها الجاستريك اوتلت اوبستراكشن، يعني الفود ما عم يمشي بالمعده كويس فبالتالي بتجمع بمنطقه الاستومك فبصير في بليتشنج، فبصير في عندك فاول سميلنج، تمام. فيكر سميل في الناس اللي عندهم جاسترو كوليك فيستولا، الناس اللي عندهم جاسترو كوليك فيستولا ممكن يسبب ان السميل تبع البريث تبعهم يكون فيه يعني بيسز سميل، اوكي زرير يعني، بس انه لازم واحد يعرفه. الان الفايتال ساينز واحده من الاشياء اللي من جنرال اكزامينشن، كمان الاشياء لازم نعرفها لما يعني اول ما تيجي تفحص المريض سواء يعني بالاكزام تبعكم او حتى لما تيجي مثلا تاخذ انطباع اول ما تحكي مع المريض، قبل ما تحكي مع المريض او اي شيء. ممكن تكونوا بالمستشفيات انتم مكتوب الفايتال ساينز موجوده على تشارت معينه يو دوكيومنتد، مثلا تطلع على البلس ريت معدل النبض بالدقيقه، الريسبيراتوري ريت، تمام، التمبريتشر والبلوت بريشر والاوتو ساتوريشن. هذول الاشياء ممكن يعني كل شيء فيهم ممكن يدلك مثلا على شيء معين. لما يكون في عندنا elevated temperature ممكن يكون في عندك inflammation or infection is going on، تمام. الآن نحكي عن البادي هابيتس اند نيوتريشن. نبدأ أول شيء بالويت. الآن in general الويت is a good indicator for general health and nutrition. الآن يعني سواء كان الويت is high or low weight، هسه نحكي عنهم اللي احنا بنعبر عنها بالبادي ماس اندكس. الآن بهمنا نحن فعليا انه نشوف السيريال ميجرمنت اوف ذا ويت، يعني التشينج تبع الويت على فتره معينه بالاكيوت او بالكرونيك النسس. في بعض الالنسز مثلا على سبيل المثال ممكن تؤدي الى تغير بالويت، ديلي تشينج بالويت، زي ايش مثلا؟ زي الهارت فيلر، مرضى اللي عندهم هارت فيلر بصير في عندك ايش؟ كولكشن اوف فلويد بالبادي، فبصير في عندك انكريز بالويت which can be changed within 24 hours. هلا البوك ديسكريبشن اباوت ذا ويت از ذا بادي ماس اندكس. البادي ماس اندكس احنا كويس يعني نعرفه، تمام، ونتعامل معه ونستخدمه، بس هو له ايجابيات وله سلبيات استخدامه. كماس ماسك سكرينينج فور اوبيسيتي از ا جود انديكيتور، تمام، لانه هو بيعطيك انطباع سريع عن مثلا جنرال هيلث، عن بياخذ بعين الاعتبار الهايت كمان مش بس الويت اللي هي بيور ويت يعني بيستخدم الوزن لحاله. هلا شو السلبيات استخدام البادي ماس اندكس از انديكيتور؟ لانه احيانا كثير مثلا ممكن يكون المريض عنده ماسلز، الناس اللي بادي بيلدرز اللي بيلعبوا بالجيم وشيء، فبكون عنده فعليا البي ام اي اكثر من 30 which defines obesity، لكن يعني بكون هذا كلياته muscles مش fat، مش fat اللي ممكن يكون مثلا يكون سبب او يزيد الريسك اوف obesity related comorbidities or complications. اوكي، هلا هم هون بماكلاود حاطين لكم انه يعني الفاليوز تبعون البي ام اي بيختلفوا حسب الاثنيسيتيز، بس احنا ما بنركز كثير على شغله الايجين ان جنرال. بدنا نشوف اللي هو الجزء الاول هون اللي هي الاندر ويت تحت ال 18.5، بين 18.5 و24.9 از نورمال، اوفر ويت من 25 ل 30، 30 الا اوبيسيتي فايند فروم 30 تو 39.9. الان في بعض بقسموهم بحيث انه ستيج 1 او جريد 1 اوبيسيتي بتكون لحد 35، بعد ال 35 ستيج 2، وبعد ال 40 بتصير هي الموربيد اوبيسيتي، تمام. الان شو المخاطر تبعت الاوبيسيتي ان جنرال؟ في كثير اشياء مرتبطه بالريسك يعني اللي بسببها الاوبيسيتي. هلا يعني كل التوجهات بالعالم تحكي انه الاوبيسيتي اتسلف حتى لو ما كان في عنده اندرلاينج النسز سواء دايابيتس سواء اوبستركتيف سليب ابنيا او اوستيو ارثرايتس بالني مثلا،
هي نفسها it is an illness that has to be addressed and managed appropriately. يعني المريض اللي بيجيك عنده مثلا جاي يشكيك من upper respiratory tract infection، مثلا عنده tonsillitis ولاحظت انه في عنده increase بالويت او بالبي ام اي، فهون انت you have to address it as a problem and to treat it appropriately. يعني ممكن تعطيه مثلا session ثاني، تعطيه موعد انه يرجع لك المريض مشان تعمل له counseling how to manage يعني how to manage his weight or try to reduce his weight. اوكي هلا في increase risk of malignancy بيختلف حسب الجندرز. in general بالتو جندرز الاوزوفيجل اند رينال كانسرز ار انكريزد بالناس اللي عندهم اوبيسيتي، الثايرويد والكولون كانسر بالمن، والاندوميتريال اند جال بلادر كانسر ان وومن. هلا في اشياء مشتركه بين الاثنين، هايبر تنشن از ويل اسوشيتد وذ اوبيسيتي، ديسليبيديميا تايب 2 دي ام، جاسترو اوزوفيجل ريفلكس ديزيز لانه بصير في عندك ايش؟ انكريز بالانتر ابدومينال بريشر نتيجه للسنترال اوبيسيتي، فبصير في عندك ريفلكس. الآن برضو الجال بلادر ديزيز من ناحية الجال ستونز، الكوليسيستاتس مثلا these complications are increased بالناس اللي عندهم obesity. osteoarthritis particularly in the knee واحنا بنشوفها كثير، نلاحظ انه مثلا كثير اللي عندهم increase بالويت بشكي من ركبه نتيجة لل increased load or pressure on the knees. sleep apnea particularly اللي هي obstructive sleep apnea. تمام الآن هي in general obesity in general caused by increased calorie intake. في بعض السندرومز مثلا في بعض ال illnesses ممكن تزيد الويت يكون سببها increase بالويت، لكن هي mostly ماشي مع ال increased calorie intake او اللي احنا بنسميها احنا sedentary lifestyle. sedentary lifestyle يعني المريض مثلا كثير مثلا مشغلات فيها كالوري بياخذها، ما بيتحرك ما بيلعب رياضه. ليش هاي الامور مهمه؟ لانه المريض فعليا اذا اجاك هو بيحاول انه يخسر وزن، بس مثلا يعني اعطيته انت ميديكيشن تو لور هيز ويت او يو ريكومند هيم فور بيرياتريك سيرجري جاستريك سليف او وات ايفر، وما التزم بالدايت او بالاكسرسايز، على الاغلب النتائج ما راح تكون كويسه او كافيه للمريض، لإلك وللمريض من ناحيه الويت لوس. فبالتالي شغله يعني مهمه جدا نركز عليها في الكونسلنج بعدين، يعني بس تاخذوا هالشغلات انه يعني الاوبيسيتي از مينلي مانجد باي the lifestyle modification from the diet and the exercise. هلا secondary causes of obesity ممكن يكون مثلا في عندنا hypothyroidism, Cushing syndrome, hypothalamic diseases or drugs من اهمها اللي هي oral hypoglycemic agents اللي هم السلفينيوريز، تمام، الانسولين والانتيسايكوتكس. الان احنا كيف بنقسم الاوبيسيتي؟ بنقسمها الى قسمين، في اللي هي السنترال اوبيسيتي اللي هي احنا بنسميها بين قوسين الابل شيب، يعني بيكون في موست الفات متجمع بمنطقه الويست او منطقه الابدومين. الجلوتيو فيمورالي اللي هي احنا بنسميها بير شيب، منطقه اللي هي يعني الاسفل. تمام سنترال اوبيسيتي كيف احنا وي جادج ات؟ باي ذا ويست سيركمفرنس. الان بناخذ احنا الجيرت بالميجرنج تيب بتوين ذا ميد بوينت بتوين ذا لور كوستال مارجن اند إيلياك كريست. تمام الان عندنا يعني اهميه، ليش مثلا مهم نعرف هذا الشغله؟ لانه هسه مثلا انت اخذت البي ام اي لكل الناس او مثلا ل 100 شخص لقيت انه كلياتهم عندهم اوبيسيتي، هلا مش كلهم راح يكون عندهم ريسك انه يصير عندهم كارديو فاسكولار ديزيز زيهم زي بعض. ليش؟ لانه السنترال اوبيسيتي فيها كاريز مور ريسك فور كارديو فاسكولار ديزيز ذان ذا بير شيبت اوبيسيتي. تمام هاي هون particularly important نركز على الناس اللي عندهم مثلا increase بالwaist circumference، انه هذول are more likely to have illnesses related to the cardiovascular than the patient that have distribution of the gluteal femoral area. الان يعني زي ما حكينا هون بزيد الريسك السنترال obesity بالهايبرتنشن الانسولين ريزيستنس تايب 2 دي ام اند the coronary artery disease. بير شيبت ان جنرال obesity has a better prognosis. هلا الان كيف احنا بدنا نعرف الديستريبيوشن؟ من خلال موداليتي احنا بنستخدمها اللي هي الويست تو هيب ريشيو، يعني بتقيس الويست والهيب وبتقسمهم على بعض. تمام الان بحكي انه يعني بناء عليها نورمال بتكون بالويست هيب ريشيو ليس ذان 0.8 بالفيميل وليس ذان 0.9 بالميل، which has a better prognosis. الان الابل شيب هاز جريتر ويست هيب ريشيو، طبعا لان الويست اللي هي على البسط بتكون اعلى، فبالتالي بتكون الريشيو هي اعلى. have increased risk of coronary disease and the metabolic syndrome or risk in general for cardiovascular disease. الويت لوس، الان الويت لوس is particularly important لما يجيك مريض مثلا عنده ويت لوس واضح او سواء يعني خاصه بالاطفال يمكن اكثر تكون هاي، ممكن يعطيك انطباع على انه المريض بدايه ممكن يكون في decrease intake، يعني مثلا المريض ما بياخذ اصلا كافي من الكالوريز من البروتين والى اخره، او عندهم في مشكله في الابزوربشن. تمام
او انكريز بالديماند، يعني مثلا يكون عنده مثلا سيلياك ديزيز، عنده ادلت ممكن يكون مثلا انفلاماتوري بول ديزيز، كرون ديزيز بارتيكولارلي ممكن يصير مال ابزوربشن. الانوركسيا اللي هي اصلا المريض بكون هو بدوش يكسب وزن، فبكون ماخذ ستريكت دايت على اساس انه ما يزيد وزنه. والاشياء اللي مثلا اللي ممكن تزيد الديماند تبع المريض زي مثلا الانفكشن، الفيفر، الثايروتوكسيكوزز، المالجنسي اند سيرجري. سايكاتريك النسس از بارتيكولارلي امبورتنت اولسو. في كثير ناس مثلا بتلاقي انه هي كانت جين ويت، عنده ويت لوس او مش قادر يكسب وزن لانه سمبلي هي هاز انكزايتي. تمام، الانكزايتي از سايكاتريك النس ذات كان كوز ويت لوس اور ان ايبل تو انكريز هيز ويت. تمام، الان احنا كيف نعرف المال نيوتريشن؟ بالاضافه للبي ام اي نعرف اللي هي الارم سيركمفرنس، اللي هي السيركمفرنس تبعت الارم، والجريب سترينث ممكن تعطيك انطباع عن الباور اوف ذا ماسلز. تمام، فهذا يعني ممكن يكون مؤشر ل اذا كان مثلا فيها ويكنس ممكن يكون مؤشر انه البيشنت از مال نيوتريشن. هلا الان يعني ليش مهم المال نيوتريشن؟ لانه ممكن يكون معطيك انطباع كمان انه المريض مثلا ممكن يكون عنده هايبوبروتونيميا، هايبو البونيميا، فيتامين ديفيشنسي. وكمان المال نيوتريشن بيزيد الريسك انه يصير في عندك يطول المريض مثلا بعد العمليه بعد انفكشن معين انه يطيب، او مثلا صار في وند انه يصير في وند هيلينج، واحده من اسباب بتاخر علاج الجرح بعد العمليه او بعد الاصابه انه المريض يكون ايش؟ مال نيودوشت او عنده ويت لوس، سيفير ويت لوس. الستاتشر الان ان جنرال الشورت ستاتشر هو اكثر سبب او اكثر يعني كومبلين بيجي فيها المريض اكثر من انه التول ستاتشر ان جنرال، يعني اتس مور كومون. الان ممكن يكون مثلا سببها نيوتريشنال كوز او سمثينج ميتابوليك كوز مثلا عند الاطفال، او ممكن تكون سمبلي فاميليا، لان احنا بنحكيها اللي هي فاميليا شورت ستاتشر. كيف بنحكم على انها فاميليا ولا لا؟ في شيء احنا بنسميه الميد بارنترال هايت، راح تاخذوه يمكن بالاطفال بعدين. بيحسبوا انه قديش يعني متوقع يكون طول الطفل في هذه الفتره المعينه، فتره معينه من العمر، وبتحكم عليها فعليا اذا كان متشابهه، فبالتالي this most likely going with familial short stature. loss of height الان is part of the normal aging، بس طبعا في limit، خاصه مثلا عند البوست منوبوزال وومن اللي بيكون مثلا خسروا اكثر من 5 سم من الهايت تبعهم، فممكن يكون سببها هي osteoporosis أو wedge fracture of the vertebrae. تمام، فبيؤدي إلى shortening، but you have to screen for osteoporosis by the DEXA scanning. الآن زي ما حكينا الـ short stature is simply يعني هي less common presentation than short stature، وأحيانا أو بأغلب الأحيان بتكون فاميليا. في كثير ناس بتلاقي مثلا عندهم خاصة بالأطفال يعني فوق بعد الـ 95 centile which is not abnormal which is can be normal، لانه مثلا ريليتيف عندهم مثلا عندهم بالعيله انه المريض او بالعيله في عندهم طول زياده. تمام، الان شو في امراض معينه ممكن تكون او سيندرومز اسوشيتد وذ تول ستاتشر؟ من اهمها اللي حكينا عنها هي المارفان سيندروم، بري بيوبرتال هايبوجونيزم اند جايجانتيزم. تمام، المارفان سيندروم بدنا نعرف عنها انه يعني شو الفيتشرز اللي بيجي فيها المريض. مثلا بيكون في عنده لونج سلندر فينجرز اللي حكى عنها دكتور امبارح، هي الاركانو داكتيلي، نارو فيت، هاي ارش باليت، هلا هنشوف صور عليها، ابورد ديسلوكيشن اوف ذا لينس اوف ذا اي، كارديو فاسكولار ابنورماليتيز ساتش از ميترال فالف برولابس، دايليتيشن اوف اورتيك روت اند ذا اورتيك ريجرج. الان في فيتشر كمان واضحه هون بتكون او ديستنكتيف بالمارفان سيندروم، انه احنا بنحسب الارم سبان تبع المريض، او بتشوف الارم سبان لما المريض بمد ايده على الجناب هيك، فبكون الارم سبان لسه يعني بكون مور ذان ذا هايت اتسلف. هذا بيكون يعني واحدة من الفيتشرز تبعت المارفان سيندروم. زي ما انتم شايفين بالصورة هون الآن المريض هو عامل هيك إيديه، زي ما شايفين إنه يعني رفلي البيشنت لوكس تول، والأرم سبان إذا بتقيسهم بمسافة بينهم ممكن يطلعوا أطول من المريض هيمسيلف. أوكي، هاي الصورة الآن دكتور فرجاكم صورة شبيهة إلها امبارح، نفس الشيء بيكون عندك لونج فينجرز سلندر شيب ثين فينجرز. عندنا هون الهاي ارتش باليت، زي ما شايفين الارش هيك جاي مقوس اكثر، يمكن بالصور هناك اوضح. هاي كمان فيتشر اوف اللي هي المارفان سيندروم، في ديسلوكيشن اوف ذا لينس اتسلف. الان هلا الناس اللي عندهم يعني نورمالي، خلينا نحكي اول شيء عن النورمالي، بالبوبرتي السكس هرمونز دي اندوس ذا كلوجر اوف ذا ابيفيسيس. تمام، فبالتالي بصير يعني بوقف الطول على نمو معين لما يصير في البوبرتي، فبالتالي المرضى اللي بتاخر عندهم البوبرتي بعطي تشانس للاوفيزر بيت انه يصير في بروفيليريشن، فبالتالي بتشانس
انه يصير في المريض يكون اطول من النورمال او اطول من المعتاد. تمام. الجاينكانتيزم is a rare cause of tall stature due to excessive growth hormone secretion. الان الجروث هرمون سكريشن from pituitary adenoma قبل ما يصير اللي هو الكلوجر للابيفيزيال بليت احنا بنسميها جاينكانتيزم اللي هي تعملق بسموها او شيء زي هيك. الاكروميجالي بتصير بعد يعني بالادلت لما يصير المريض اوريدي صار في كلوجر للابيفيزيال بليت فبصير في عندنا تضخم بالعظام مانديبولا بروتروجن فرونت بروتروجن وبتكون الفينجرز كمان والهاند ار لارج. الهايدريشن هاي كمان واحدة من الأشياء الجنرال احنا بنطلع عليها على المريض الجنرال. طبعا احنا يعني الهايدريشن ممكن مثلا يكون المريض عنده ديهايدريشن due to depletion of the fluids أو مثلا ممكن يكون عنده جنرالايز إديما أو لوكالايز إديما. الجنرالايز إديما بيكون سببها excessive fluids in general. طبعا ممكن من الأسباب اللي تكون مسببتها مثلا على سبيل المثال heart failure مشاكل بالكدني nephrotic syndrome إلى آخره. Localized edema has a most common cause أو most commonly localized edema is caused by the venous disease, venous illnesses. تمام. الآن particularly بال lower limbs كثير بنشوف مثلا عند الناس اللي بيضلوا واقفين وقفة طويلة عندهم previous history of surgery أو trauma أو DBT مثلا بيؤدي ذلك لأنه يتجمع الفلويدز بال lower limbs فبصير في عندك swelling بنسميها localized في مكان معين. تمام. Other causes lymphatic obstruction, lymphatic problem, inflammatory or allergic conditions. هلا هنحكي عنهم. الآن venous causes of localized edema. الآن لما يصير في عندك stasis أو هي بتجمع الفلويد في مكان معين نتيجة لتروما نتيجة لفالفولر البروبلم الفالفز الموجودة باللور ليمس مثلا بيؤدي ذلك إلى increase بالهايدروستاتيك بريشر. أكيد أخذتوا هاي الشغلات بالفسيولوجي. تمام. فبيؤدي الى انه اللي بصير فيه ارتشاح للسوائل من الفيسلز انتو ذا انترستيشيال فبالتالي بتزيد الفلويد كولكشن بالبريفريز وبتعمل هي لوكالايز اديما او سويلنج اللي احنا بنشوفه عند البيشنتس. الان يعني ممكن يكون سببها دي في تي دي بين ثرومبوسز اكسترنال بريشر فروم ذا تيومر بريجنانسي فينس فالفر انكومبتنس زي ما حكينا او بريفس ثرومبوسز اور سيرجري. زي ما انتم شايفين هون على الرايت سايد واضح مثلا انه في عندنا swelling اكثر من المنطقه اللي هي على الليفت سايد. مشان هيك if you examine the patient you have all the time to focus on examining the both sides دائما both sides تمام both limbs to compare between them. الان هون mostly يعني عندي هون الصوره اوضح في شوي redness موجوده في الرايت سايد اكثر من الليفت فممكن يكون سببها inflammatory ممكن يكون سببها دي في تي. in general في عندنا swelling سببه most likely ماشي مع الفينس problem. الان احنا بدنا نعرف شغله انه يعني المسلز الموجوده بالكاف مسلز منطقه الكاف هي مسؤوله عن يعني لها دور مش بشكل اساسي لها دور عن عمليه البامبنج باك ذا فلويدز فروم ذا بيريفيرز انتو ذا سنترال سيركوليشن. لما يصير في كونتراكشن للمسل بيرفع الفلويدز من الفينس سيستم اجين وفي فالفز بتمنع انه يرجع مره ثانيه لللور بارت. لكن بشكل اساسي هو يعني المين درايفنج فورس لللمفاتيك فلويد عفوا الفينس فلويد انه يرجع مره ثانيه على السنترال سيركوليشن او على الهارت هي النيجاتيف بريشر اوف ذا تشيست. لما احنا ناخذ نفس بصير في نيجاتيف بريشر بالتشيست هون فبيسحب الفلويد من اللور لمبس. بس كمان في دور للكالف ماسلز وفي دور للموفمنت والكونتراكشن للمسل الموجوده بالكالف. اديما طبعا بتزيد بناء على هاي الطريقه او الميكانيزم اللي حكيناها. لما المريض يكون ما يحرك حاله ما في كونتراكشن للمسلز هناك البارالايز الناس اللي عندهم ستروك تمام او مثلا حتى الهيلثي بيشنت يلي بيسافر لفتره طويله ما بيحرك رجليه فممكن يؤدي ذلك الى تجمع سوائل بالاطراف. تمام. ليمفاتيك كوزز. هلا لما يصير في عندنا انترستيشال فلويد موجود نورمالي ات درينز باك ذا سنترال سيركوليشن باي ذا ليمفاتيك سيستم. هلا اي اوبستراكشن لهذا الفلو ممكن يؤدي الى انه يتجمع السوائل لهذاك المكان. بالبدايه الليمفوديما او تجمع السوائل نتيجه للليمفاتيك اوبستراكشن بتكون احنا بنسميها بيتنج اديما. بس بعد فتره بصير في نتيجه للكرونيسيتي طبعا للفايبرس تيشو بروفيليريشن بصير نون بيتنج اديما. بيتنج يعني نقصد فيها لما تضغط انت على المكان على الشن بالاخص يعني بتضغط مثلا لمده 30 ثانيه فبالتالي بيظل المنطقه فيه زي ديمبلينج او هي جروف بصير على المكان هاي احنا بنسميها البيتنج اديما. هلا في يعني بالتروبيكال ارياز بالاماكن اللي شائع فيها وجود هاي الشغلات اللي هي البليريال وورمز زي نوع من انواع الوورمز بتعمل اوبستراكشن بالليمفاتيك اوف فلو بسبب شيء سيندروم او هيك مانيفستيشن بنسميها احنا الانفنتيسس.
زي ما انتم شايفين هون للرايت سايد في سوالينج مقارنة بالليفت سايد. الآن هاي الكيس هي مريضة، تمام، كان عندها على الأغلب رايت سايد بريست كانسر، done سيرجري ريموف ذا ماستكتومي مثلا على سبيل المثال، وصار في ريموفنج اوف ذا ليمف نودز اند ذا ابسي لاترال سايد، فبالتالي بطل في درين كويس للانترستيشال فلويدز، فبتجمع السوائل زي ما انتم شايفين في المكان، فبصير في سوالينج. الان انفلاماتوري كوزز اوف لوكالايز ايديما. انفلاماتوري يعني ايش بنحكي؟ ممكن يكون مثلا سببها اللي هي انفكشن او مثلا انفلاميشن في هذاك المكان نتيجه للانفلاماتوري ميدياتورز اللي هي الهيستامين، البرادكاين والسيتوكاين، فبالتالي هذول كلياتهم بيعملوا فازو دايليتيشن، فبتزيد الكابيلاري بيرميبيليتي، فبصير الاوعيه الدمويه بتعمل ارتشاح اكثر للسوائل في المكان، فبتسبب ايش اللي هي اللوكالايز ايديما. الان يعني هلا شو الفيتشرز بالاضافه للسويلنج؟ احنا بنحكي عن الايديما يعني سويلنج، بس في اذر فيتشرز اوف انفلاميشن موجوده بتكون في المكان، يلي هي ايش؟ ريدنس، سويلنج، تندرنس، اند ذيرز يوزوالي بينفول. لما نحكي احنا انفلاميشن يوزوالي ذير از بين، بين اور تندرنس. بين از سيمتوم اند تندرنس از ساين ويتش يو فايند ان يور فيزيكال اكزامينشن. اليرجيك كوزز اوف لوكالايز ايديما، الان يعني سمبل مثال عليها بسيط هي الانسكت بايت، تمام. الانسكت بايت لما الواحد ينقرس مثلا بصير في مكان بالمكان ريدنس، بصير في اتشنج. هذا الاتشنج كمان واحد من الفيتشرز اللي ممكن تدلك على انه السبب هو اساس الالرجيك. طبعا هي سببها الريليز اوف هيستامين، لوكالايز ريليز اوف هيستامين. بس هلا مقارنه بالانفلاميشن شو الفيتشرز، اللي بتميز الانفلاميشن عن اللوكالايز عن الالرجيك كوز اوف لوكالايز ايديما؟ هي البين ان جنرال، تمام. يوجوالي مش بينفول، الانسكت بايت مش مفروض تكون بينفول الا اذا صار في انفلاميشن في هذاك المكان او صار في انفكشن، رحنا باتجاه ايش؟ انه يكون في سيليولايتس، تمام؟ انجيو ايديما از سيفير فورم اوف اليرجيك ايديما. الان هاي يعني واحده من الفيتشرز اللي ممكن تصير مثلا مع الناس اللي بيصير فيهم عندهم انسكت بايت، فبصير عندك جنرالايز ايديما، ممكن تسبب الى سويلنج باللي هي الاير واي، بالتالي ممكن يصير في سفوكيشن، ان ابيليتي تو بريث، وشورتنس اوف بريث، which is considered a life threatening condition. الآن هاي من الصور موجودة عندكم بماكلاود. هاي يعني كمان من الأسئلة ممكن يعني أكيد ممكن يجيكم منها أسئلة بالميني أوسكي، اللي هي سيمبلي بقول لك what is the diagnosis, this is the case of angioedema, تمام. what is the cause, mention two causes. ممكن أول شيء تحكي له أنه هي anaphylaxis due to مثلا insect bite، وممكن تكون في drug بسبب هيك. في حدا بيعرف شو الدرج اللي بيعمل هيك؟ إيش هو؟ AC inhibitors، تمام. يعني this is a hot topic بسأل عنها كثير. lumps and lymph nodes. الآن يعني lump in general بن جنرال يعني أي مريض مثلا بيجي مشكلة عندك إنه في عنده lump، في عنده ماس في مكان معين، usually it is benign، لكن don't assume that it is benign. You have to investigate and to rule out the risk factors, the any associated symptoms that can be a red flag. يعني مثلا أهم شيء زي ما حكينا الهيستوري، comes first. بدك تسأل عن الفيتشرز احكي عنها بعدين، شو الاشياء اللي بتخوفك لما يكون واحد مثلا عنده ليمف نود انلارجمنت، ترافل هيستوري، ويت لوس، البي سيمتومز تبعون الليمفوماز وهذول الشغلات. بس ذي ار يوجوالي بناين، بس ممكن يكون السبب انفكشوس زي تي بي مثلا او مالجننت بروسس، تمام. واحيانا كمان انه ممكن تلاقي عند المريض اللمب هو اصلا ما بيشكي منها، يعني جايك مثلا عنده ثروت بين، تمام، وانت يو هاف تو اكزامين ذا سيرفاكال ليمف نودز لوكينج فور اني infection. يعني ممكن يكون مصدره التونسلز مثلا، صار في درينج على الليمف نودز that are surrounding the neck او منطقه النك بشكل عام. هذا جزء بعدين نحكي يعني في شيء حتعرفوه بعدين اسمه سنترو كرايتيريا، واحده من الاشياء اللي احنا يعني بنفحصها هي الليمف نودز مشان تعرف هل هي مثلا مؤقته ببكتيريال او فايرال انس. الان في فيتشرز لاي لمبه بتحكيها بالاضافه للهيستوري اللي بنحكي عنه، اللي هو مثلا رابيديتي اوف اونست، كيف مثلا صارت اللمبه بسرعه فجاه لاحظ عليها بزيد حجمها، بين فول مش بين فول، فيها تشينج بالكلر، تمام. اول شيء بدك تشوف السايت بوزيشن، اكيد يعني انت لما يحكي لك المريض حتكون عارف البوزيشن تبعها. سايز هاز تو بي ميجرد باي كاليبرز، طبعا تقيسها بالضبط قديش بتكون، وي هاف تو دوكيومنتد. ليش؟ مش بس يعني عشان هيك تو دوكيومنت، ممكن مثلا بعدين انت تو فولو اب ذا بيشنت
وتشوف اذا في زياده بالحجم او تغير مثلا السايز تبعها والى اخره. البوزيشن ان جنرال ممكن تعطيك انطباع مكان مثلا معين، اذا كانت مثلا بالفيس على المانديبل ممكن يعطيك انطباع انه مصدر اللمب هاي هي الباراتوتيك جلاند، تمام؟ احيانا ما بتكون امور واضحه بهذه الطريقه، زي مثلا البريست كمان ممكن يكون سواها يعني واضح، ممكن في منطقه البريست موست لايكلي فروم ذا بريست تيشو او من الثايرويد، لكن بالابدون الوضع الامر مش بهذه السهوله، لانه انت اذا لقيت مثلا على سبيل المثال عند فيميل اولد ايج عندها مثلا لمب موجوده في الليفت لور كوادرنت، تمام؟ الان الديفرنشال تبعتك كثيره، يعني ما بتقدر تحكي والله ذيس موست لايكلي مثلا لايبوما، ما بتقدر تحكي هيك، لانه ممكن يكون السبب هو مثلا كولون كانسر، ممكن يكون اوفيريان كانسر، اي شيء زي هيك. في الابدومن بتعرف هو فيك فيه مالتيبل اورجانس، فما بكون الامور واضحه بالنسبه لل الان يعني المالتيبل لامس. وين بنشوف احنا مالتيبل لامس؟ بنشوفها بالنيورو فايبروماتوسيس، شفناها امبارح بصوره، او سكين ميتاستاسيس، لايبوماتوسيس والليمفوماس. الان هاي الصوره شفتوها امبارح زي هي اللي هي اللامس، مالتيبل لامس موجوده بالنيورو فايبروماتوسيس، وطبعا في فيتشر كمان ممكن تكون موجوده اللي هي نسميها كافي اولي سبوتس، تمام؟ الان الاتاتشمنت، اتاتشمنت مهم. ليش؟ لانه ممكن مثلا المالجننت كوزز او مالجننت على سبيل المثال لامب او something suspicious of cancer is going on usually بتكون attached او ممكن تكون attached to the underlying structure or the skin. فالان في شيء احنا بنسميه بتو اورانج، هي هاي فيتشر بتكون موجوده اكثر، احنا بنشوفها بالبريست كانسر، بتكون فيها زي لها distinctive picture طبعا تبعتها، بتكون نتيجه لل هي السويلنج اللي صار في السكن وابستراكشن اوف الليمفاتيك اوت اوف فلو. الان الكونسستنسي از بارتيكولري كمان امبورتنت، لانه السو ممكن يكون سوفت هارد، الهارد ممكن يكون مثلا شيء سيريس اللي هي المالجنسي على سبيل المثال، ممكن تكون كالسيفايد او فايبرس تيشو. هلا الفلكسويشن تبعتها يعني ايش لما نحكي فلكسويشن؟ يعني في فلويدز، في فلويدز انسايد ذا سيست اور ما اور ماس الموجوده، فممكن يكون الدايجنوست تبعنا ابسس سيست اور بليستر، او مثلا حتى ممكن يكون السوفت انكابسوليتد تيومر سيست از لايبوما اللي هي بيكون في عندك الاديبوس تيشو بروفريشن لوكالايزد. الان زي ما شايفين هون هون البليستر واضح فيها الفلويد، يعني بتحكي عن السايد السايز يعني لما when you describe any mass or any lump if you see it بتحكي عن السايت، عن السايز، عن الشيب، عن السيرفيس، عن الايدج. طبعا في اشياء جزء منها رح يكون من الاكزامينشن اللي هي اذا في فلكتويشن في بلويز في تريلز، بس هاي من الفيتشرز تبعتها اللي هي ترانس رح احكي عنها الان، انه انت لما تستخدم البين تورتش فبالتالي بتحس انه بتصير يعني لانه فيها فلويد فبشع بتصير هيك يعني واضح في الاضاءه داخلها، تمام؟ الايدج ويل فيرسز ال ديفايند، ال ويل ديفايند ممكن تكون يعني something benign او مثلا large organ، ال defined ممكن تكون مثلا something more serious and then hard. ال defined edge ممكن واحد يفكر فيها something serious going on، تمام؟ الان يعني مثلا زي هم هون حاطين انه الليفر والثايرويد والسبلين والكدني، طبعا اكوردنج بعد الاكسبيرينس بتصير تعرف انه فعليا ذيس از ويل ديفايند، مثلا كدني بالبلوتمنت مانوفر، ذيس از سبلين لما تحس السبلين نوتش تبعها بالايدج تبعها، تمام؟ والليفر طبعا في فيتشرز بتكون فيها احيانا سموث ليفر انلارجمنت، واحيانا ايش؟ لنادولار او رف سيرفيس اوف ذا ليفر وين يو اكزامين ذا بيشنت. الان احنا نحكي هون عن السيرفيس، سمبلي السيرفيس ممكن تحكي مثلا انه سموث سيرفيس مثلا بالكيسز اوف اكيوت هيباتيتس، او نادولار بالكيسز اوف ميتاستاتيك ديزيز لما يكون في ميتاستاسيس موستلي اور كومونلي بتكون سببها اللي هي الكولون سي اي، تمام؟ لما يصير في ميتاستاسيس للليفر فبصير في نادولز فبكون السيرفيس از رف. طبعا الديستند بلادر هاز يعني كمان سموث سيرفيس، اليوتراين فاندس بالفايبرويد مثلا عند الفيميلز، وهذول الاشياء يعني ان جنرال، تمام؟ الان هاي الموضوع هون اللي هو البلسيشن والثريلز والبرويز. لما يكون مثلا الماس سببها فاسكولار ممكن يكون فيها بلسيشن، مش شرط، لانه احيانا بيكون الماس از اوفر لاينج ميجر بلود فيسلز، يعني مثلا فوق الكاروتيد فوق مكان معين فيه بلسيشن، فممكن تكون الماس از بلسيتنج بس مش مصدرها اللي هي الفيسل اتسلف، تمام؟ الانيوريزم مثلا هي بيكون في دايليتيشن للوول تبع الارتري فبتكون ايش؟ بلساتايل.
other swelling that transmit pulsation زي ما حكينا لما يكون overlying the major blood vessel. If the blood flow lump is increased, systolic murmur, اللي بروز that has that can be auscultated, ممكن تسمع مثلا بروز بالمكان. طبعا كمان إن هون بالارتيريو اي في ام اللي احنا بنسميها الارتيريو فينس مالفورميشن ممكن يكون فعلا تربرنت فلو بالاوسكلتيشن. تمام. هلا الانفلاميشن كمان بتتعلق اذا في انفلاميشن فيتشرز على الماس او اللمبه اللي انت بتشوفها ريدنس طبعا لانه بكون في عندك فازو دايليتيشن فبصير في بلود فلو بيزيد للمكان فبصير في ريدنس. هيماتوماز او فروم ذا بيجمنتد اكسترا فازيت ذا بلود ذات بروديوس رينج اوف كلر اند بروزز. طبعا في ليفلز وجريز تبعون البروز ممكن تعطيك اباوت ذا ايج اوف ذا انجري او ايج الليجن الموجوده. تندرنس هلا يوجوالي الابسس او انفكشن او انفلاميشن تكون في تندرنس لكن مثلا اماكن زي السكن ميتاستاسيز اللايبوما ما بالعاده بتكون بينفول. والنيورو فايبرو ما زال موجوده بالنيورو فايبروماتوسس كمان بتكون ايش بينلس. والوارمث طبعا كمان لانه بصير في انكريز بلود فلو فبصير عندك هوتنس في المكان واليوم زي ما تبيش. ترانس لومينيشن الان زي ما حكينا في غرفه بيكون مثلا الضوء فيها ديمد لايت بتستخدم التورش مشان ايش تضوي على المكان زي مثلا بتستكل وهذا يصير لما تجمع الفلويد بالتستيكولار اريا اراوند ذا تستيكلز سكروتم فممكن دي لايت اب وين يو يوز ذا تورش. طبعا احنا لازم يكون طبعا شيء الكفرنج تيشوز ما تكون ثيك مشان تقدر يعني تشوف هاي الفي ماس. اكزامينيشن سيكونس احنا حكيناهم اصلا قبل هيك نمر عليهم سريعا. الان يعني انسبكت ذا لامب اول شيء انسبكشن تشوف حواليها في مثلا change بالكلر التكستشر اوف ذا اوفرلاينج سكين ديفاين ذا سايد اند ذا شيب لما تعمل دوكيومنتيشن السايد الشيب اوف ذا لام الميجر ذا سايز زي ما حكينا جنتلي بالبيت فور تندرنس اور تشينج ذا سكين تمبريتشر في هوتنس في ذا لام فور ا فيو سكندز ديتيرمن اف اتس بالستال حط ايدك على المكان هي بس تدفع ايدك اذا كان في بلس بهذاك المكان. اوكي الكونسستنسي هارد سوفت الى اخره هاي الشغلات كمان والسيرفيس تكستشر والمارجن اوف ذا لمب او الايدج اللي حكيناه قبل شوي. هلا الان الفيكست لما نحكي نحن بالنسبه للاتاتشمنت كيف تفحص الاتاتشمنت او الماس الموجوده في شغلتين هم انه انت الماس الموجوده تشوف اذا هي اتاتش تو ذا سكن اور اتسلف اور ذا اندرلاينج تيشوز يعني مثلا تعمل فولد فوق الماس اتسلف بتشوف مثلا بتقدر تعمل فولد ولا لا اذا ما قدرت بالعاده بتكون ايش انه اتاتش فيري ويل تو ذا سكن او نفس هاللمب حاول حركها يمين شمال لفوق الى الاسفل الى اخره مشان تشوف اذا هي فيكس للاندرلاينج ديب تيشوز ولا لا which is can be a serious sign. تمام. الان كمان you have to compress on in the mass to see if there is a fluctuation بصير في مثلا تضغط عليها بصير في عندك bulging من جهه واحده من الجهات هذا بدل على انه في عندك fluid في المكان جوا. هلا في بعض الحالات من lipomas مش شرط تكون يعني abscess or cyst or something fluid going on يعني بيكون موجود في في الماس نفسها. اللايبوما احيانا ممكن تكون ايش هي فلكتون بصير في عندك bulging لما تحس فيها او تضغط عليها. الاوسكالتيت والترانسلومينات بتخليهم اخر شيء. اوكي الان الليمف نودز الليمف نودز الان ممكن يكون اللارجمنت بالليمف نود احنا بنسميها او اي ابنورماليتي بالليمف نود سواء بين او سويلينج او اي ابنورماليتي احنا بنسميها ليمف ادينوباثي. تمام. الان ممكن تكون لوكالايز في سيرتن بارت مثلا بالنك بالانجوينال اريا بالاكزيلري اريا او ممكن تكون جنرالايز بالهول بودي. تمام. الان يعني مهمه هي مهم ليش؟ لانه احيانا يعني ممكن انت تلاقي مثلا فيتشر الليمف نود منطقه معينه فيها سويلينج او فيها انلارجمنت بالليمف نود ممكن تروح تعمل اكزامينيشن للمكان اللي انت تعرف بالاناتومي انه والله هاي المنطقه ات درينز تو ذس ليمف نود بتلاحظ مثلا ممكن عنده انفكشن بهذاك المكان او مثلا لا سمح الله تيومر او كانسر والى اخره. الان بدنا نعرف شغله كمان انه الليمف نود مش دائما بتكون اب نورمال يعني في بعض الناس بتلاقي عندهم هيك يعني نورمالي سام مانديبولار والاكزيلا والجرون ريجونز بيكون في عندهم سام سورت يعني اوف بيشنت بيكون في عندهم بالبابل ليمف نودز. اوكي الان نحكي سريعا عن الاماكن او الريجونز اللي فيها الليمف نودز بالنك بري اوريكولار بوست اوريكولار اوكسيبيتال انتيريور اند بوستيريور سيرفاكال ليمف نودز سوبرا كلافيكولار سب مانديبولار خطر بالنك. هلا نحكي كيف نعمل اكزامينيشن بالاكزيلاري اريا كمان هم جروبس في الابيكال في اللاترال في الميديال. تمام. وفي كمان عندنا الابيتروكليال اريا موجوده عند الالبو بمنطقه الجرون اريا في عندنا هم جروبس
ميجر جروبز الهوريزونتال والفيرتيكال جروبز، وبيثا اذا كمان في الليمف نودز. من هيك انت سريعا بتكون عملت اكزامينيشن للليمف نود كامل. هلا كيف بدنا نفحصهم؟ الان بدنا نحكي يعني عن اللامب اتسيلف. يعني لما يكون في عندك انلارجمنت بالليمف نود يوجوالي ما لازم تتجاوز النص سنتي، تمام؟ عشان تكون يعني انه نورمال فاريانت او يعني نورمال انلارج عند البيشنتس. اوكي، اسس كونسستنسي. هلا بدك تشوفها مثلا سوفت في فيتشرز معينه، مثلا بالهاتشكن ليمفوما بتكون ربري، يعني هيك زي المطاط، يعني بتكون حاسه انت، تمام؟ تيبركلوسس بتكون ميتد، ميتد يعني ما زي العقد بتكون موجوده جوات الليمف نود اتسلف. والميتاستاتيك كانسر بيكون بالعاده هارد، يعني ستون هارد. الاكيوت بكتيريال اند فايرال انفكشن، انفكشوس مونونيوكليوسيس، دنتال سيبسيس، تونسيلايتس، كوزز تندر فاريبلي ان لارج ليمف نود. اهم شيء فيتشر هي التندرنس. اوكي، تندرنس بيكون في انفكشن. اكزامينيشن سيكونس كمان سريعا. الان لما نحكي نحن عن السيرفاكال اكزامينيشن، بتفحص اول شيء فروم ذا بيهايند، من ورا المريض، بتفحص ايش؟ السب منتال، سب مانديبولار، في اوريكولار، سوبرا كلافيكولار اند ديب انتيريور سيرفاكال ليمف نود. اوكي، الان السكاليني نودز اللي موجوده عند السكاليني ماسلز، كيف فيها مانوفر يعني عشان تفحص فيها المريض؟ انه تحط اصبعك بتوين، تحط ايدك على كتف المريض من ورا، وبتحط اصبعك على على الجروف او السبيس بتوين ذا كلافيكل اند ستيرنوكليدوماستويد ماسل، وبتخلي المريض يلف وجهه بالاتجاه اللي انت عم تفحص فيه. اوكي، الان البوستيريور تراينجل اللي هي بوست اوريكولار الاوكسيبيتال والبوستيريور تراينجل يوجوالي اكزامينت فروم ذا انتيريور سايد، تمام؟ انت بتكون قدام المريض زي ما هو حكينا بالضبط. هون المريض على الصوره A هيز اكزامينينج ذا سيرفاكال ليمف نودز، انتيريور سيرفاكال ليمف نودز. B زي ما حكينا المانوفر عشان تفحص السكالين الليمف نودز، بحط ايده بالجروف بتوين ذا كلافيكل اند ستيرنوكليدوماستود، بخلي المريض يلف وجهه بالاتجاه اللي عم يفحص فيه. الان هون بالصوره الاخيره عندنا المريض is examining the occipital mainly, occipital lymph nodes, preauricular and posterior, usually examined from the anterior side of the patient. هلا الأجزرة للليمف نودز، you have to support the patient right arm with your right arm. يعني أنت بتعمل support مشان إيش؟ تعمل relaxation للشولدر muscles مشان ما تخفي، إذا كان في أصلا enlargement بالليمف نود ما تختفي تحت اللي هي المسل area أو مسل effect أو مسل contraction بهذاك المكان. وبالفينجر تيبس اوف يور ليفت هاند يو اكزامين ذا الجروب اللي احنا حكيناهم. الان في صوره اعتقد. اوكي، اسف حيجي صور مشان اوضح فيها. الابيتروكيال لينف نودز هاي موجوده بمنطقه الالبو، بتمسك الرايت هاند ريست يور ليفت هاند، وبتفحص بالمنطقه الثم، بتحط على منطقه الالبو بتضغط. هلا حتكون في صوره مشان تشوف اذا في اللارجمنت بهذاك المكان. Examine the inguinal and popliteal lymph nodes with the patient lying down. المريض لازم يكون متمدد لما تفحص ال inguinal lymph nodes. Palpate for the horizontal chains which lies below the inguinal ligament and over the vertical chain. حكينا في horizontal في vertical groups of lymph nodes بال gluteal أو عفوا ال genital area أو اللي هي ال inguinal area. الآن زي ما أنتم شايفين على الصورة هنا، الآن المريض بال right hand right arm supporting the right arm بالمنطقة الأكزيلا، وبالليفت هاند هيز اكزامينينج ذا ابيكال مينلي، ابيكال ليمف نودز الموجودة بالأكزيلا. بالصورة بي بالرايت هيز سبورتينج ذا ليفت ارم ذا بيشنت، وبالليفت هاند تبعت المريض هو بيمسك ايش؟ الليمف نود بالثم، بيحاول يضغط عليها ويحس اذا في انلارجمنت. بالصورة سي الانجوينال ليمف نود هيز اكزامينينج ناو ذا هوريزنتال، الفيرتيكال بيكونوا موجودين في الميديال ثاي على الأغلب، تمام؟ الآن شو بدنا نعمل؟ إذا لقينا الليمف نود عند المريض، زي ما حكينا you have to examine the area that you think or you know that drains into this area of lymph nodes. زي مثلا tonsillitis، إذا لقيت مثلا المريض عنده tonsillitis أو infection بالtonsils، فبتفحص طبعا السيرفاكال ليمف نودز، منها السبمانديبولار، الأنتيريور سيرفاكال، هذول الأشياء. الآن if lymph adenopathy is not tender، بدك تفكر إنه يكون في شيء ثاني، مش يعني هلا صح تي به infectious infection هو، لكن ممكن يكون ايش؟ بعد بيكون نون تندر. اتش اي في مثلا هو انفكشن بس بيكون نون تندر لينف نود. اوكي، الان مثلا في حالات اللي بيكون في جنرالايز لينف نود، لينف نودز بكل الاماكن فيها انلارجمنت، بالاتش اي في، بالتي بي، بالنيمفوما، بالسيستميك انفلاماتوري ديس اوردرز ساتش از ذا ساركويدوسز. اوكي، الان لما انت تلاقي لينف نود او
شيء اساسي من الليمف نود او الهيماتولوجيكال اكزامينيشن هو اكزامينيشن في الليفر اند سبلين. بشوف مثلا في انلارجمنت بالليفر والسبلين، ممكن يكون مثلا انفلتراتيف لوكيميا ليمفوما سمثينج جوينج اون بالدي بلود. الان كمان ممكن تلاحظ عند المريض انه في عنده بيربرا او بروزنج او يعني هي بيدنج تندنسي نتيجه هيماتولوجيكال مالجنسي عامله ايش؟ لو بليتلس او انكريزنج بليدنج تندنسي تبعت البيشنت او ديفكت بالكوجوليشن بروفايل. زي ما هم شايفين زي بيتيكا زي نقاط هيك صغيرة، هي بتكون بالعادة سببها platelet dysfunction أو low platelets. الآن بدنا نحكي عن features. هذول يعني شو الأسئلة، تمام؟ بسألك بقول لك مثلا شو الفيتشر اللي موجودة بالمرض الفلاني، أو لقيتها مثلا what is the diagnosis، what is the feature that defines مثلا down syndrome. عدة خيارات، واحدة منهم تكون أشياء لازم تكونوا عارفينها. في عندنا جدول هون الهايبوثايروديزم مثلا، بكون في عندهم كورس هير اي بروز، هذول الاشياء بتقراوهم. الجريفز ديزيز حكينا عنها امبارح، بكون في بروتروجن بروبتوسز للايز، اكسوفثالموس حكيناها، تمام. الهايبوبيتيوتريزم بالعاده بكون في عنده بيل، وبكون في عنده لوس اوف هير نتيجه للوس اوف هرمون ذات كنترولز اللي هم السكس هرمونز والاشياء هاي. اكروميلي حكينا عنها. الكاشنج بكون في عندك المون شيب حكينا عنها امبارح. الاوستيوجينيسيس امبرفكتا بيكون في عندهم امبلوس كاليرا هيموراجيك تيلانجكتيزيا which is an autosomal dominant disease. بيكون في عندهم تيلانجكتيزياز في الليبس وال يعني بالسكن ان جنرال، تمام. سيستميك سكليروسيس بيكون في عندهم تايت سكن مايتولينك ديستروفي اللي حكاها الدكتور امبارح، انه بصير في عنده انه مسلم على المريض بالهاند شيك. ليش الهاند شيك امبورتنت؟ ما بيكون في عنده سمبل او يعني ايزيلي ريليز اوف يور هاند، تمام. ما بس يعني بسلم عليك بضل ايده شاده عليك، مش ما بيفلت بسهوله. بالعاده بيكون عندهم ديس اوردر اللي احنا بنسميه المايوتونيك ديستروفي. داون سيندروم، هذه اشياء مهمه تعرفوها، يعني مثلا بيكون في عند سمول لوست ايرز ماكرو جلوسيا برش فيل سبوس ان ذا ايريس. سيستميك لوبس اريثروماتس اللي هي بيكون في عندك اللي احنا بنسميها الباتر فلاي راش على الفيس، اوكي. الان اوستيوجينيسيس امبرفكتيا هي اوتوسومال دوميننت، بيكون في عندك السكليرا از بلو. انا احنا بنحكي عن السكليرا، هو هون صح اللي عندها البيوبلز ار بلو، بس احنا بنحكي عن السكليرا اتسلف الوايت اريا بالعين بكون ايش لونها بلو. الان هاي الهيماتري هيمولوجيك تيلنجكتيزي كمان اتس ان اوتوسومال دوميننت ديزيز، بكون في عندك تيلنجكتيزي هي سمول بلود فيسلز بالفيس زي ما انتم شايفين. هذول النوع من الناس بكون في عندهم الهيستوري تبعهم انه دائما عندهم ريكارنت ابيستاكسس، ريكارنت ابيستاكسس دائما بكون في عندهم هاي الفيتشر، فبالتالي بيعطيك انطباع انه ايش إن هذا البيشنت موستلي هاف هيريديتري هيموراجيك تيننجكتيز. هاي شفتوها الصورة امبارح، شو الفيتشرز؟ البيك نوز، السموث ليبس، نسميها نحن اللي هي الفيش ماوث أو البيكينج أوف ذا نوز. هاي كمان سيستميك سكليروسز أو سكليروديرما واحدة من الفيتشرز تبعها. هاي الميوتونيك ديستروفي. الآن زي ما أنتم شايفين يعني الفيتشرز واضحة، في عندك فرونتال بالدينج وبايلاترال بتوسس، أوكي. هلا بدنا نحكي شوية سريعا عن الماجر كروموسومال ابنورماليتيز. زي ايش مثلا؟ عندنا الداون سيندروم، تيرنر سيندروم، كلينفلتر سيندروم، والايكوندروبليزيا. هذول انا حطيتهم بالاخص لانهم مركزين عليهم بماكلاود اكثر. انا حاولت قدر الامكان اظني ملتزم بماكلاود لانه هو يعني الاساس تبع هذا الكورس. داون سيندروم بكون في عندك ايش؟ هي ترايسومي 21 has typical features, physical features, including short stature, small head with flat occiput, upslanting papillary fissures, epicanthal folds, small nose with poorly developed bridge with small lucid ears. Gray, white areas of the pigmentation are seen in the iris. هاي important تعرفوها اللي هي brush field spots. Okay. The hands are broad with single palmar piece. يكون في single palmar piece بالهاند، تمام. Fingers are short and little fingers as little finger is curved. الآن يعني ليش مهم نعرف عن هاي الشغلات؟ لأنه إحنا المريض يعني has to be screened managed أو يعني تعامل مع المريض بطريقة يعني خاصة، لأنه they have risk of cardiac problem, gastrointestinal problem, ophthalmic, ocular, endocrine, hematological disorders. مشان هيك المريض يعني إحنا بنتابعه أكثر أو ناخذ بعين الاعتبار، خاصة كثير احنا بنشوف عندنا الاندوكراينال كوز اللي هي هايبوثايروديزم. They are more likely to have hypothyroidism. They are more likely to have leukemia in general، تمام؟ AML أو ALL. زي ما انتم شايفين هنا سمبل فيتشر سريعات هيك عن الداون. هاي
هاي هي اللي بنحكي عن البرش فيد سبوتس بالنص اللي في الايرس، زي ما انتم شايفين فيها وايتش سبوتس، وايتش تو جريش. الان على الليفت سايد اللي شايفين الاب سلانتنج ايز، ممكن يكون في على الليفت سايد اوضح اللي هي كانتر فولد فلات نيزل بريدج، تمام. والسنجل بالمال كريز اللي موجوده بالهاند. تيرنر سيندروم بيكون في عندك ديليشن بالكروموسوم اكس، اكس كروموسوم، الانسيدنس تبعها تقريبا 1 for 25,500 live females birth and cause of the late puberty in girls. يعني هذا السؤال كثير بيجي، مثلا بقول لك short stature with primary amenorrhea، ما في يعني period عند females with short stature، تمام. يعني تحط في بالك انه ممكن تكون مثلا مريضة عندها ايش اللي هي Turner syndrome. الفيتشرز تبعها ممكن يكون مثلا small chin, low set ears, low hair line, short fourth finger, increased carrying angle at the elbows. هلا حنفرجيكم اياها. والفيتشر يعني كمان التارجت اوف كويستشن دائما بيسالوا عنها اللي هي وايد وايد سبيس نيبلز اللي احنا بنسميها شيلد لايك تشيست. الان الصوره هون بتوضح زي ما انتم شايفين الالبو انجل از انكريزد وايد شيب، ممكن يعني بعدين تشوف اللي هي اللو هير لاينز اشياء زي هيك. اوكي الفلتر سيندروم از ذا موست كومون primary hypogonadism cause of primary hypogonadism in the men. الآن الفيتشر تبعها بكون في tall stature, gynecomastia, reduced pubic hair and small testicles. Achondroplasia, it is an autosomal dominant disease caused by mutation of the fibroblast growth factor gene, although the trunk of normal height, لكن limbs شو بكونوا؟ بكونوا short and broad. هلا في صورة حنشوفها. The palate of the skull is enlarged, the face is small and the bridge of the nose is flat. اوكي زي ما انتم شايفين بالصوره هون سلايد، مثلا اذا شايفين على الليمس ار شورت اند برود، خاصه بالاخص اللي هم اللور الليمس، تمام. فبالتالي يعني هاي واحد من الشغلات اللي لازم تعرفوها عن الفيتشرز، هو اتسومال دومينانت ان جنرال، لازم تعرفوا هاي الشغله. وبس هيك، يعطيكم العافيه.